أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج ثنايا الخبر. في أول زيارة منذ 2011، وزير الخارجية السعودي يلتقي بشار الأسد في دمشق لبحث التطبيع والعودة إلى الحضن العربي. في المقابل قال السيناتور الأمريكي لينسي جراهام أنه أبلغ الرياض وإسرائيل بأن واشنطن ستعارض أي جهود لإعادة بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، وأكد بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع على الالتزام بالحل السياسي في سوريا وقرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى دعم مهمة المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون. ضيوفي لهذه الحلقة الدكتور حمزة المحامد، محلل سياسي في مركز وسط والدراسات الفكرية المعاصرة، ينضم إلينا من غازي عنتاب، وحسام النجار، كاتب وصحفي ومحلل سياسي، ينضم إلينا أيضا من بولندا. أسألهم عن دلالات زيارة وزير الخارجية السعودية ولقاء بشار، وأسباب غياب طلبات السعودية من الأسد في تغطية وكالة الأنباء سانا، كما أسألهم عن حقيقة الموقف الكويتي بعد نفي خارجيتها زيارة بشار الأسد. نتابع التقرير ونعود للحوار. مع استمرار خطوات التطبيع السعودي مع سلطة الأسد والتي أخذت منحاً متسارعاً خلال الأيام الماضية، التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بشار الأسد في دمشق، حاملاً معه شروط التطبيع وعودة سوريا لمحيطها العربي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين عام 2011. زيارة بن فرحان بحسب الخارجية السعودية جاءت في إطار ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي واستئناف دورها وفق بيان الخارجية. مطالب قديمة جديدة أكد على أهميتها الوزير السعودي، منها توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق السورية وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم، إضافة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لاستقرار الأوضاع على كامل الأراضي السورية وفق بيان الخارجية السعودية الذي لم يختلف كثيراً عن الذي أصدرته عقب اجتماع جدة الأسبوع الماضي، ولم يتطرق إلى إطلاق سراح المعتقلين والمخاطر الأمنية التي لا تسمح أساساً بعودة اللاجئين. أما وكالة أنباء سلطة الأسد سانا فقد اكتفت من تفاصيل الزيارة بذكر تأكيد بن فرحان على دعم وحدة واستقرار سوريا وعودتها إلى الحالة السليمة عربياً وإقليمياً، دون التطرق إلى شروط الوزير السعودي. لقاء بن فرحان مع الأسد تزامن مع زيارة أجراها وزير سلطة الأسد فيصل المقداد إلى تونس لبحث استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين بعد انقطاعها عام 2012، إذ أكد الرئيس التونسي في بيان مشترك على تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، مشدداً على تضامنه مع سوريا إزاء الهجمات الإسرائيلية المتكررة بحسب وكالة الأناضول. تحركات الرياض بهدف إعادة الأسد للجامعة العربية تحت مظلة التطبيع، الأمر الذي يلاقي اعتراضاً من قبل دول أخرى كقطر والكويت، والتي نفت مؤخراً ما تم تداوله حول زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها إلى دمشق. إلى الاستقطاب والانقسامات. أرحب بضيوفي الدكتور حمزة المحامد، محلل سياسي في مركز وسط للبحوث والدراسات الفكرية المعاصرة من غازي عنتاب، وينضم إلينا أيضاً الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسام النجار من بولندا. أهلا بكم. تحياتي لكم جميعا. حياك الله أستاذ. في البداية دكتور حمزة، كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية السعودي لبشار الأسد؟ حياك الله أستاذ، أنت وضيفك الكريم الأستاذ حسام النجار ومتابعيك الأعزاء. زيارة وزير الخارجية السعودي الفرحان إلى سوريا هي لم تأتي وليدة الصدفة، ولم تأتي نتيجة الحراك السياسي في المنطقة العربية أو الدولية، وإنما كانت يعني قبل عام ونصف سعت السعودية مع بشار الأسد من أجل
يعني الوصول إلى نقاط توافق لحل الأزمة كما يطلقون عليها لإنهاء الثورة السورية أنا أقول. وعرضوا عليه أحد الشروط أنه التخلي عن إيران مقابل إعادته للجامعة العربية وإعادة بناء سوريا له. رفض بشار الأسد هذا الأمر، وقبل شهر ونصف ومن خلال الوساطة الصينية التي جرت تم التوافق بين العربية السعودية وإيران. أنا على قناتكم الكريمة قلت لكم سنشهد في الأيام القادمة تقارب سعودي مع نظام دمشق. هذه الزيارة أتت يعني في ظروف أتت بعد 5 أيام من زيارة فيصل المقداد إلى السعودية. لاحظنا في البيان الختامي أنها تناولت هذه الزيارة عدة نقاط يعني غير مهمة، وهي محاولة إعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية، محاولة تفعيل دوره، وبعض الأمور وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق السورية. أهمل اللقاء الحديث عن المعتقلين الذين يتجاوز عددهم 1 مليون سوري الآن يعانون العذاب في سجون الأسد، كما أهمل إخراج حزب العمال الكردستاني من سوريا. وهذا الحزب الذي تدعمه السعودية قبل 5 أعوام، تخلت السعودية عن الثورة السورية وبدأت تدعم هذا الحزب، ولاحظنا ذلك من خلال زيارة قبل 5 أعوام لوزير الدولة السعودي إلى مناطق البيكيكي والبويدي وتقديم مبلغ 50 مليون دولار لهم. كما لاحظنا قبل عام ونصف أن العربية السعودية أغلقت مكاتب هيئة التفاوض في العربية السعودية. هذه جميعها إشارات سابقة لهذه الزيارة، إذن الزيارة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن نتيجة الحراك السياسي في العالم العربي والدولي، إنما هي كان مخطط لها. نعم سيد حسام، سؤالي لك، هل هذه الزيارة تعني أن مسار التطبيع العربي مع الأسد يمضي على قدم وساق؟ بداية أختي الكريمة تحياتي لك وللمتابعين وللدكتور حمزة ولكل من يهتم بالشأن السوري وخاصة أهل الثورة السورية. أهلا. أقول جملة الآن وأخذوها عني، أن التطبيع مع النظام كالعملة المزورة، سرعان ما يظهر بطلان هذه العملة. هذه واحدة. أنا أؤكد ما يقوله الدكتور حمزة من أن الموضوع الزيارة المتبادلة بين الطرفين كان مخطط لها سابقا، ودفعت السعودية بالبحرين لتكون هي جس النبض بالنسبة للمنطقة العربية وكذلك للأمريكان. وبالتالي لاحظنا في الفترة السابقة أن الإمارات قامت بفتح سفارتها في وترميم سفارتها في سوريا، وكذلك البحرين قامت بزيارات لتلك المنطقة، أي لسوريا، لأن إلى الآن أدعى تلك المنطقة لأن هناك حكام جائرون يحكمون بلدي. هذه ناحية. وبالتالي كانت السعودية تنوي سابقا قبل سنة ونص هذا الموضوع. لكن أعود وأؤكد أن التطبيع يجري لأن هناك من يأمر بأن يتم التطبيع بوجه معين، وأسباب الدول العربية لعمليات التطبيع تختلف من دولة إلى دولة أخرى. على سبيل المثال وليس الحصر، نرى أن الأردن تحتاج إلى عملية التطبيع لأن الأردن تحتاج سوريا اقتصاديا، ومعظم موارد الأردن الزراعية تأتي من سوريا، وبالتالي الآن هذه حاجة اقتصادية وكذلك إلى مرور الترانزيت. الناحية الثانية تونس هي حركة انقلابية أصلا على الشرعية، وبالتالي تريد أن تثبت أن إسقاط الثورة السورية جاء من خلال الربيع العربي الفاشل. ناحية ثالثة كذلك لبنان والعراق وهما تابعتان لإيران. لكن أعود وأقول بشكل واضح وصريح أن السعودية التي عملت من خلال الاتفاق مع إيران كيف تريد إخراج إيران من سوريا وهي تقوم بعمليات اقتصادية ومساومة وتسوية مع الإيرانيين، وبالتالي تطلب خروجهم من سوريا. الناحية المهمة كذلك، هل خروج إيران من سوريا هو عسكريا فقط؟ الإيرانيون يتغلغلون داخل النسيج السوري بشكل لا يوصف، سواء كان عقديا، سواء كان اقتصاديا، سواء كان بشريا. وبالتالي نحن أمام معضلة، العرب لا يفهمون هذه الناحية. الناحية الأخرى، هل هم قطعوا علاقاتهم لأن هذه العلاقات هي علاقات ثنائية أم هي الإحقاق الحق ونصرة المظلوم؟ إذن هم يسيرون الآن في مرحلة من التطبيع، هذا التطبيع لن يؤدي إلا إلى ويلات لهم ولشعوبهم وكذلك للشعب السوري، لأن الشعب السوري من ثار على نظام الأسد لن يعود ولن يستقيم. التطبيع سيستمر يا أختي الكريمة لأن هناك من يريد أن يستمر هذا التطبيع. نعم نعم سيد حسام. دكتور حمزة سؤالي لك، أعود بالسؤال لك، هناك شروط سعودية وفق البيان السعودي، هل يمكن أن يستجيب الأسد؟
بالنسبة للشروط السعودية لا يوجد أي شروط، هي مطالب البشار الأسد بالأصل. يعني لو كان هناك شروط، الشروط يجب أن تكون حول المعتقلين، حول إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، حول إخراج المنظمات الإرهابية كالبيكيكي والبوايدي، حول إعادة سوريا موحدة. في يعني الشرط الأهم والأساسي هو أنه لم يذكر البيان قرار 2254، هذا القرار الذي تسعى الذي تم اصداره قبل 10 أعوام، لم نعم يتطرق إلى هذا القرار. إذن ليس هناك أي شروط، وإنما بشار الأسد اليوم يتعامل مع الدول العربية التي تسعى للتطبيع له كالمنتصر حقيقة. هو اليوم انتصر على هذه الدول، ولكنه لن ينتصر على الثورة السورية. بالنسبة لما تفضل فيه الأستاذ حسام، أشار إلى نقاط مهمة جدا. قال ان بعض الدول لها مصالح من اجل التطبيع مع بشار الاسد، ايضا السعوديه لها مصلحه. السعوديه جميعنا اليوم يعلم انها بدات على توطين الصناعه وتسعى لان تكون دوله صناعيه قويه في المنطقه، تسيطر على الصناعه، ايضا تسيطر على القوى العسكريه. لا يمكن ان تقوم بهذه الاعمال الا اذا ما كانت المنطقه هادئه نسبيا ولا يكون هناك اي صراعات. بالنسبه لاخراج ايران من سوريا، السعوديه تسعى الى اخراجه عسكريا. والميليشيات الإيرانية حقيقة إيران هي جاهزة للخروج عسكريا من سوريا، ولكنها ستبقى فكريا، وهذه هي النقطة الأهم، هي ستبقى فكريا وتقوم بالسيطرة على الفكر وعلى بعض المسؤولين. هذا يكفيها، لم يعد هناك استعمار دولة تستعمر دولة وتضع دبابات وطائرات، وإنما يمكن استعمار الدولة من خلال تنصيب بعض القادة الفاسدين أو تنصيب رئيس جمهورية أو التغلغل فكريا في هذه الدولة يتم السيطرة عليها واستعمارها. لاحظنا نعم قبل شهر ونصف هناك اتفاق بين السعودية والحوثيين على حكم اليمن شن مناصفة، وفي سوريا أيضا سيكون هناك اتفاق إيراني يعني سعودي في المنطقة. لذلك كما تفضلت أختي، لم يكن هناك أي شروط على بشار الأسد، وإنما كانت هناك عملية استرضاء لبشار الأسد. في الأسبوع القادم سيكون هناك مؤتمر خليجي من أجل الضغط على قطر والكويت والتواصل مع المغرب من أجل القبول بعودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية. إذن اليوم السعودية تلعب دور سياسي كبير جدا في المنطقة، وفيصل المقداد يقوم بزيارة مكوكية إلى الدول العربية. كل هذه الأمور يعني حسب اعتقادي سيكون لها مردود إيجابي بالنسبة لنظام بشار الأسد الذي انتصر على أشباه الرجال من الحكام العرب وسيعود إلى الجامعة العربية. بالنسبة لنا نحن كأبناء الثورة السورية، لم يتم التواصل. يعني أنا يعني أوجه يعني أسف كبير جدا على العربية السعودية التي كان لها موقف إيجابي، والتي كما تفضل الأستاذ حسام قطعت هذه الدول علاقاتها مع بشار الأسد بعد أن وصفته بالمجرم والقاتل والكيماوي ووجهوا له الشتائم الكثيرة، قطعوا علاقاتهم معه. اليوم هم عادوا إلى حضنه خاضعين، ولم تتغير هذه الجرائم، بل استمرت وازدادت. إذا نعم أين هي الرجولة؟ أين هي الكرامة؟ السياسة كما يقال لا دين لها، ولكن يوجد يعني يجب ان يحتفظ بعض الحكام العرب بما لديهم من رجوله وشرف واخلاق، وان لا يقوموا بلحس كلامهم كما نقول في العاميه والعوده الى مجرم قاتل شتمهم في الماضي. يعني يجب ان يحتفظوا بشيء من الكرامه لهم. سيعود نعم بشار الاسد الى الجامعه العربيه وسيجلس مجلس المنتصر على هؤلاء الحكام، وسيكون له دور كبير، ولكنه لن ينتصر على الثوره العربيه، على الثوره السوريه. الثوره السوريه لن تستسلم طالما أن أيدينا قادرة على حمل السلاح. نعم سيد حسام، ما الذي تنتظر السعودية تحقيقه من خلال التطبيع مع سلطة الأسد؟ أختي الكريمة، أنا قلت في معرض الحديث وتفضل الدكتور حمزة وقام بالإيضاح كذلك، أن لكل دولة منافع شخصية ذاتية من هذه العمليات التي تتم أو من علاقات التطبيع التي تتم. نعلم أن السعودية هناك كما لا نقول شروط أو مطالب، لا يهم الصيغة أو الاسم. السعودية كانت تعاني بالفترة الماضية من تهريب كميات مهولة من الكبتاغون، والتي ثبت تصنيعها داخل المصانع السورية، والأمس تقريبا أو قبل أمس تم ضبط كميات كبيرة مع المعتمرين اللبنانيين داخل زيت الزيتون، داخل بدونات زيت الزيتون. وبالتالي سوريا السعودية لديها أربعة مطالب رئيسية أو شروط رئيسية. أولا توقيع إيقاف تهريب الكبتاغون إلى داخلها. الشيء الثاني وهو المهم، أن تعمل أو يعمل النظام مع حزب الله على إيقاف هجمات الحوثيين على الأراضي والحد السعودي الجنوبي. لكن عمل كذلك من خلال ما يسمى الحكومة الوطنية داخل اليمن، بأن تكون هناك ما بين الشرعية التي تؤيدها وما بين الحوثيين، وبالتالي تعمل على خطين متجانسين.
الشيء الثالث والذي تريده المملكة العربية السعودية أن تكون العلاقات الثنائية وأن تضغط على سوريا موحدة، هذا لا يمكن لعدة أسباب. أنه كما قال الدكتور حمزة أنها سابقا كانت تدعم البيكيكي، وقام الوزير السبهان بزيارة المملكة بزيارة سوريا منطقة الرقة ودير الزور ودفعوا الملايين لهذا الموضوع، وبالتالي كان الهدف سابقا هو محاصرة تركيا من الداخل السوري. الآن اختلف الوضع، وبالتالي تريد الآن السعودية أن تكون تلك المنطقة هادئة وتفرض هيمنتها، أقول تفرض هيمنتها الاقتصادية، وخاصة أنها الآن تتعامل وتجابه أمريكا في بعض المواقف الاقتصادية، وخاصة أنها فتحت حسابات بالعملات المتعددة، وكذلك فتحت حسابات جديدة لا تضع هذه الأموال، خاصة أموال النفط، لا يتم وضعها في حساب خاص أجنبي وإنما داخل البنوك السعودية. إذن هناك مؤشرات كثيرة، كذلك لا ننسى المشاريع الاقتصادية التي تعمل عليها السعودية وخاصة مدينة نيوم، وهذه مدينة نيوم نعلم أين تقع، وبالتالي تريد أن تكون تلك المنطقة هادئة وأن تسيطر على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط الرمتي وأن تسحب البساط من تحت الإمارات العربية المتحدة لكي تكون هي العنصر الأوحد والمعتمد عليه سواء دوليا أو إقليميا. نعم مشاهدينا، فاصل قصير ونتابع الحوار. أهلا بكم مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيوفي الدكتور حمزة المحيمد، محلل سياسي في مركز وسط للبحوث والدراسات الفكرية المعاصرة، ينضم إلينا من غازي عنتاب، والأستاذ حسام النجار، كاتب صحفي ومحلل سياسي من بولندا. دكتور حمزة، نعود لك بسؤال، كيف تفسر غياب ملف المعتقلين عن الشروط التي وضعتها الخارجية السعودية؟ ولماذا غابت هذه الشروط أساسا؟ تكلمت بأن العربية السعودية وضعت شروط فيما يخص مصلحتها الخاصة، ولكنها لم تتكلم فيما يخص الشعب السوري للأسف. طبعا وزير الخارجية السعودي لا يستطيع الحديث مع بشار الأسد عن المعتقلين لأنه ذهب إليه، إذن بشار الأسد منتصر وهو ذهب إلى منتصر، فلا يمكن يعني الحديث معه بما يخص المعتقلين أو بما يخص أي أمر يخص الثورة السورية، وإنما السعودية اليوم تسعى إلى يعني تحقيق مصالحها الخاصة، ولم تتكلم أيضا أن السعودية يعني عندما يعني سعت إلى التقارب والتطبيع مع نظام الأسد هي لم تتكلم مع المعارضة السورية. المعارضة السورية اليوم تشكل الثقل الأكبر، يعني أكثر من 70 يعني أكثر من 60% من الشعب السوري هو معارض لنظام الأسد، ولكنها لم تأبه للشعب السوري الذي لربما في الأيام القادمة إن شاء الله بعد انتصار الثورة سيكون له موقف حاسم من العربية السعودية على هذا السعي الكبير الذي اتجهت فيه. إذا ما تحدث وزير الخارجية مع بشار الأسد حول موضوع المعتقلين فإن الرد سيكون قاسي عليه، وهذا ما يتوقعونه من بشار الأسد، لذلك لم يتطرقوا إلى هذا الأمر. أيضا أنهم يعني في اللقاء لم يتم التطرق إلى أن العربية السعودية تقوم بدعم منطقة قسد البيكيكي والبوايدي. إذا اللقاء الأول ربما كان يعني السمة العامة له هو لقاء إيجابي، لم يتطرقوا إلى الأحاديث الفاعلة الحقيقية التي تخص الثورة السورية، وإنما لربما يعني في الأيام القادمة سنشهد يعني هم يسعون إلى العمل خطوة بخطوة. نعم. في الأيام القادمة إذا ما حدثت هناك لقاءات لربما سوف يتطرق يعني يتطرق نظام الأسد إلى مواضيع كثيرة، منها دعم البيكيكي والبوايدي، ولكن العربية السعودية أنا واثق من كلامي ومتأكد. نعم ولكن هذه الشروط شروط السعودية هي أنا قلت باعت الثورة السورية قبل 5 أعوام. نعم. عندما بدأت بدعم قسد. هذه الشروط شروط السعودية غابت عن وكالة سانا، الوكالة التابعة لسلطة الأسد، ما السبب برأيك؟ لم أسمع السؤال أستاذة. شروط السعودية غابت عن وكالة الأنباء سانا التابعة لسلطة الأسد، ما السبب برأيك؟ هي لم تغيب ولكن لم يسمح بنشرها. نحن نعلم جميعنا أن في أي زيارة من هذا النوع يعني يكون هناك لقاء عامي يسمح للإعلام بنشر ما يتم الحديث عنه، ويكون لقاء آخر جانبي لا يمكن نشره وهو باتفاق بين الطرفين. أكيد أنه تم منع سانا من نشر يعني الأخبار جميعها، يوجد أخبار كثيرة نحن تصلنا يعني من هنا وهناك وهي أخبار مؤسفة حقيقة للشعب السوري، يعني الشعب السوري الذي ثار ضد هذا النظام سيكون يعني هناك ستظهر رويدا رويدا مع الأيام القادمة إن شاء الله. نعم نعم.
سيد حسام، الكويت نفت أن يكون هناك زيارة لوزيرها إلى دمشق، هل يمكن أن السعودية لم تجد تجاوب من الأسد وبالتالي لا جدوى من زيارة وزير خارجية الكويت، أم أن خبر الزيارة كان مجرد إشاعة؟ سيدتي الكريمة، الوضع في الكويت يختلف كلياً عن الدول العربية. الكويت فيها جزء كبير من الديمقراطية، لنكن صادقين، فأن الأمير لا يمكنه إجبار مجلس الأمة على قرارات يتخذها مجلس الأمة، ونعلم أن هناك في مجلس الأمة يتم محاسبة الوزراء ورئيس الوزراء، وبالتالي يقومون بالتحقيق معهم في أمور داخلية وخارجية. هناك فرق في الدول العربية عن الكويت. الكويت قلت أنا في مداخلة سابقة أن تنقسم إلى قسمين، الحكم واحد ومجلس الأمة اثنين. نعلم أن مجلس الأمة يتم انتخابه بشكل ديمقراطي كبير، وطبعا من الأعيان وممن يمتلكون القدرة على تحشيد وإلى آخره، وهؤلاء معظمهم من أهل القبائل، وبالتالي هؤلاء هم الذين قاموا بدعم الثورة السورية سواء بالمال أو بالرجال أو بالمواقف الرجولية والشهامة وإلى ما هنالك. وبالتالي لا يستطيع الحكم سواء الأمير أو رئيس الوزراء أو وزير خارجية إجبار مجلس الأمة على هذا، وإنما سوف يتم فتح تحقيق هذا. وبالتالي عندما تم الإعلان عن طريق جريدة القبس كان هناك نية حقيقية لأن يقوم وزير الخارجية الكويتي بالزيارة، لكن قامت مجموعات ضغط داخل مجلس الأمة بمنع هذا الموضوع. الناحية الثانية، لماذا قام الحكم في الكويت بهذه الخطوة؟ كان هناك تواصل ما بين عدة دول منها الإمارات ومنها السعودية مع الحكم في الكويت بأن يتم إرسال وزير خارجية لكي يعطي دفعة قوية للمصالحة مع النظام والتطبيع مع النظام، لكن مجموعات الضغط داخل مجلس الأمة هي التي منعت هذا، وبالتالي تم إلغاء ونفي الزيارة. نحن أمام الآن حالة من الأمور التي نراها بعين مجردة، لم يعد هناك مخفي للجميع أي شيء. هناك دول تريد أن تستفيد من النظام واستفادت منه سابقا، وهناك دول مبدئية كالكويت مثلا وقطر، هذه الدول مبدئية لأنها كانت على حق مع النصر، مع نصر الشعب السوري. نحن أمام الآن، أعود وأكرر، أمام حالة من الانقسام العربي، جذبه الأسد وفعله الأسد، ونحن بانتظار أن يتشظى أو تتشظى الجامعة العربية إذا تم دعوة الأسد إلى الجامعة. نعم، نعود لك دكتور حمزة. السيناتور الأمريكي لدينسي جراهام أبلغ الرياض وإسرائيل بأن واشنطن ستعارض أي جهود لإعادة بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، ما فائدة هذه التصريحات الأمريكية المتكررة ضد التطبيع؟ بالنسبة للتصريحات الأمريكية، الأمريكان هم يصرحون بشيء ويعملون بالخفاء بشيء آخر. لا يمكن للعربية السعودية، أنا أقولها وأنا واثق منها وأنتم تعلمون، لا يمكن للعربية السعودية أن تقوم بهذا الحراك السياسي الكبير ومحاولة إعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية لو أنها لم تتلقى ضوء أخضر من الأمريكان. ولاحظنا بعد الزلزال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق العقوبات لمدة 6 أشهر، على الرغم من أن الولايات المتحدة عندما أصدرت هذه العقوبات قالت أن هذه العقوبات لن تؤثر على الحياة الإنسانية للمواطن السوري. إذا لماذا قامت إلغاء هذه العقوبات لمدة 6 أشهر؟ هذا كان ضوء أخضر، وأنا أؤكد بأن العربية السعودية لا تستطيع القيام بهذا الدور إلا بعد أن تلقت ضوء أخضر أمريكي إسرائيلي. هنا يجب أن نتوقف عند إسرائيل أيضا، فلها اليد الطولة في سوريا ولها الكلمة العليا في العالم بشكل عام. فما يصدر في التصريحات عن الولايات المتحدة الأمريكية هو مغاير تماما لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تريد سلتها بدون أي قتال، تريد العنب ولا تريد قتل الناطور. هي لها مصالحها، إذا أردنا أن نتبع السياسة الأمريكية نتبع أنابيب النفط، هي تسيطر على المنطقة النفطية في سوريا وحصتها مضمونة. إذن ليس هناك مانع من تقارب عربي مع نظام الأسد وإنهاء الأزمة في سوريا واستقرار سوريا حتى تبدأ هي بعملية الاستثمار. أمريكا دولة كاذبة وجميعنا يعلم هذا الشيء. دكتور حمزة المحيمد، محلل سياسي في مركز وسط للبحوث والدراسات الفكرية المعاصرة، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا لك. وحسام النجار، كاتب صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا من بولندا، شكرا لك أيضا. شكرا لك ولسانك الكريم.
أهلا ضيفك بكم، الكريم، حياك الله. أتمنى أن أفدنا الحلقة وأغنيناها. شكرا لكما. شكرا لكم. مشاهدينا إلى هنا وتنتهي حلقتنا لليوم من برنامج ثنايا الخبر، دمتم برعاية الله.